السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا على خير. فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلبكم. كنوجد طاجين ديال الكفته، المهم درت البصله ديالي وشويه الربيع شويه شحر، ودابا كندير الكفته الطاجين. نتمنى ما تنسونيش من لايك الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم طاجين كفته بالزيت والكريم، يعني سهل كيوجد بالزربه. جربوا، راه كيجي غزال بزاف بزاف. المهم كندير البصله كنشحرها مع شويه زيت العود، كندير شويه البصله شويه الربيع العطريه شويه الكمون، وكنخلي كلشي يتشحر. من بعد كندير الكفته وكنخليه، اللي بغى يدير البيض يدير، اللي ما بغاش كيدير غير الكفته ويخليه ويدير شويه الماطيشه محكوكه حتى الاخر، عاد غندير ماطيشه انا محكوكه. نتمنى ان تستافدوا ان شاء الله من هذا الفيديو هذا. المهم نخلي الطاجين ديالي يطيب، ومن بعد ندير الماطيشه من الفوق ان شاء الله. انتما الطاجين ديالي ها هو، شويه ديال قطعه الزيتون وحطيته من الفوق، درت شويه الماطيشه محكوكه، وها الطاجين ديالنا نخليوه يطيب. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه الى اول مره كتزوروا القناه. مرحبا بكم معنا، السلام عليكم.